عندكم مشاكل تقنية الظاهر، كهرباء ينطفي أو شيء، ما أعرف يعني، ما أعرف الموضوع عندكم. يعني شوف هاي الكهرباء طفت مرتين، يعني انا يعني ما اعرف شلون اقدر يعني اعالج هاي المساله، ما اعرف يعني. زين إيه، تحبون نرجع مره ثانيه للمحاضره بجديدها؟ ما عندي مشكله، عيد المحاضره. اوكي، ما في مشكله. اوكي زين، شوفوا راح نتفق على شغله معينه، راح نتفق على شغله معينه، انه راح اخلص سلايد وارجع للشات، انه ما اقدر اعمل شات ويا السلايد، راح اخلص شات، راح اخلص العفو السلايد وبعدين ارجع للشات مالتكم. اوكي اوكي توكلنا على الله. اوكي زين، بس راح نرجع لبدايه المحاضره. زين ماكو مشكله، عادي سهل ان شاء الله. زين، المواضيع اللي راح نناقشها اليوم راح تكون اولا define parental administration and list the different parental methods of administration. اذا راح نعرف parental route of administration اللي هي، قلنا شنو parental؟ parental هو البارا معناها خارج outside، والانتيرال معناها المعده، فشيء شيء خارج المعده، خارج الجهاز الهضمي نسميه parental، يعني الابر، الحقن اللي نضيفها للمريض نسميها parental administration. And this different parental methods. شنو المثل؟ شنو الطرق اللي هي parental؟ شنو هي؟ راح نعرفها اليوم. ثاني شيء راح نلست the advantages، فوائد parental administration. يعني راح نشوف الفوائد مال هذا parental administration. ثالثا راح to demonstrate، توضح an understanding of intravenous infusion. يعني نفهم شنو الانترافينوس انفيوجن. رابعا راح تو فاميلايز ذا كومن اي في سوليوشنز، شنو هي المحاليل الورديه الشائعه. وخامسا تو بيرفورم ريت اوف فلو، سرعه المحاليل الورديه. راح ارجع هسه تعليقاتكم، بس رجاء لا حد يعلق، يعني مو تعليقاتكم تكون حتى اقدر. اوكي هسه واضح عندكم الصوت الصوره لو عندكم مشكله بيها؟ الصورة واضحة عندكم؟ واضحة هسه؟ اوكي بالنسبة لهذا السلايد واضحة؟ اوكي ان شاء الله خير. نرجع هنا راح ناخذ نظرة عامة، اوفر فيو. اوفر فيو راح ناخذ نظرة عامة. الانجكشنز الحقن ار سترايل، يعني معقمة، عقيمة، فارماسيوتيكال سوليوشنز، محاليل صيدلانية معقمة، اور سسبنشنز او معلقات او ادرج سبستانس ان اكويوس اور نون اكويوس فيهيكل. الفيهيكل هو الماده اللي تحمل لي الدواء، يعني انا يوم عندي دواء مثلا اموكسيسيلين باودر، شنو الفيهيكل مالته؟ الفيهيكل مالته انا المي المقطر اللي راح اخليها راح تصير حامل له، يسموه فيهيكل. هي الفيهيكل يعني شلون الحمال العربه اللي راح تشيل الدواء مالتي توصل ليها للوريد. اذا هي معقمة، سترايل، فارماسيوتيكال سوليوشنز اور سسبنشن. سوليوشن تعرفون هو المحاليل هي الكلير تكون، والسسبنشنز هي المحاليل اللي هي معلقة، المعلقات. يعني مثلا عندنا اكو ادوية تكون على شكل شلون الحليب، شايفين الحليب؟ يعني حليبية تكون، يعني حتى مو كلير تكون. اكو ادوية مثلا لو اللي مشتغلين بالصيدليات يعرفون انه مثلا ديفومدرول، ديفوم دول تكون حليبيه، يعني حليبيه الدواء مالتها ومو كلير، سوليوشن يكون كلير. والسسبنشن هي معلقات، يعني الماده تكون داخل المعلق هذا. They may contain the drug substance، تحتل على الدرج سبستانس، or as solution suspension or dry powder for reconstitution. اما تكون على شكل محاليل معلقات او dry powder for reconstitution. Injections، المحاليل أو الحقن، are intended to be administered parenterally. ننوي أن نضيها عن طريق الحقن البرنترال. The term parenteral refers to the injectable routes، طرق الحقن.
of administration. It derives from مشتقة من the Greek word الكلمة اليونانية اللي هي para outside والانتيرون اللي هي intestine and denotes roots of administration other than the oral route. إذا شوفوا الشيء نمضيه عن طريق لا ما نمضيه عن طريق الأول روت نسميه parental root. راح أرجع للتعليقات مالتكم. واضحة؟ واضحة؟ واضحة حاليا؟ أوكي؟ هذا السلايد؟ ممتاز. ها اللي يصير حليبية اللي هي suspension. اللي يصير حليبية اللي هي suspension. احنا قلنا عندنا solutions وعندنا suspension. suspension تكون حليبية تكون محكم يعني مو clear يعني مو واضحة. الكلاميات يعني هي ما بيها شيء صعب حتى تكون طبعا هي فين مطلوبة يعني المحاضرة طلاب طبعا مناسبة ترى هي هاي الـ يعني المحاضرة مع دكتور مضر يعني هي مجرد أن ألقيها شنو التوبيكال؟ لا لا بابا لا احنا بدنا نعطي توبيكال يعني توبيكال على الجلد بابا ياس ياس عيني التوبيكال على الجلد يعني يعني لا تخلطي بين المحاليل اللي نعطيها عن طريق الجلد يعني فوق الجلد البارانترال يعني نعطيها عن طريق الحقن ابني سمعتني ياس؟ تمام السؤال شلون يجي بالامتحان؟ السؤال شنو يعني شلون يجي بالامتحان؟ يعني اما تعداد اما تعريف اما سؤال يعني حسابي نحسب عدد الدروبس او يعني حسب السؤال اللي راح يجي هسه اوكي يعني ترى انا صوتي يعني هذا كل صوتي يعني بعد ما اقرا هذا يعني ممكن واحد غير فاطمه علاء يقول صوتك واضح لما واضح غير فاطمه علاء صوتي واضح لما واضح زهراء محمد صوتي واضح بابا فاطمة بابا بس شوف يغير شاف مشكلة يعني تقنية أو شيء معروف أوكي واضح نرجع للسلايد اللي بعده In general, بصورة عامة, the parental roots are used when rapid drug action is desired. من نحتاج الى فعل دوائي سريع نستخدم هذا البارنتال روت يعني احنا نريد شيء نضيف بسرعه نوصله للدم يعني نريد نوصل للدم الدواء نريد نوصله بسرعه للدم فبيا حالات هذه نحتاج بها البارنتال روت نحتاجه بالامرجنسيز بحالات الطوارئ when the patient is uncooperative غير متعاون unconscious يعني فاقد الوعي or unable to accept or tolerate oral medication tolerate يعني ما يتحمل عن طريق الفم يعني ننطيه زوعة أو يتقيأ العفو للدواء فما يتحمل الدواء عن طريق الأورال فلذلك نستخدم البارنترال administration or when the drug itself is ineffective by other routes من ننطيه عن طريق الأورال ما يصير فعال لأنه ليش ما في امتصاص بالمعدة بابا بس لأن النقطتين شوية ينتبهوا لي عليهم بالإمرجنسيز نرجع للنقطة الأولى بالإمرجنسيز بالحالات الطوارئ when the patient is cooperative يعني ما متعاون ما متعاون ويا يعني ما ياخذ الدواء عن طريق حبايه او شيء فنضطر ننطيه عن طريق الاي بي او عفوا برنتال روتس الانكونشس اللاواعي يعني اللي مو كامل وعيه ننطيه حتى نرجع وعيه مثل ننطيه جلوكوز ووتر ننطيه جلوكوز سلاين هذول المغذيات اللي هي ممكن تصعد نسبه السكر بالدم او مثلا تصعد الضغط اذا كان ضغط نازل مثلا فنحتاج ننطيه أدوية عن طريق البارنترال روتس or unable to accept or tolerate oral medication يعني ما يقدر يتحمل الدواء نعطيه عن طريق الأورال عن طريق الفم ليش؟ لأنه يعني يتقيأ يصير عنده إمسز يعني عنده مشكلة بالجي آي تي بالجهاز الهضمي مالته عنده مشكلة فما يتحمل الدواء عن طريق الأورال روت هاي أول نقطة هسه النقطة الثانية يقول or when the drug itself is ineffective by other routes يعني نعطيه عن طريق الأورال بس ماكو absorption يعني عنده مشكله بالامتصاص بالامعاء يعني عنده مثلا خلينا نقول الامعاء مالته خلينا نقول قاصين جزء من عنده زين او مثلا لا سامح الله عنده مثلا خلينا نقول كانسر يعني عنده سرطان بالامعاء لا سامح الله او عنده مثلا مشكله اخرى بالامعاء عنده مثلا قرحه أو يعني ممكن عده مشاكل تكون بالجهاز الهضمي تمنعني انه امضي الدواء عن طريق عنده مثلا بليدنج عنده نزف داخلي
ما ممكن انطي اني واحد اذا نزل داخل انطي حباية ازود الجروح مالته، ازود الجرح اللي داخل الجي اي تي او الجهاز الهضمي مالته. يقول today hundreds of drug مئات الادوية and drug products والمنتجات are available for parenteral administration. راح ارجع لكم ارجع تعليقاتكم بس انتظروني دقيقة ثانية. شنو واضحة هسه؟ واضحة؟ واضحة؟ طلاب الفتنس في التعليق واحد واضحة؟ عندكم شيء على هذا السلايد؟ ان شاء الله زين اوكي؟ واضح ان شاء الله. ننتقل للسلايد الاخر لو عندكم، ننتقل للسلايد الاخر لو نبقى بهذا السلايد عندكم يا تردون. اوكي راح اكمل. خير ان شاء الله. نجي معنا types of parental roots، أنواع الـ parental roots. شنو هي types معناتها؟ they could be given to the patient as intra-articular. intra-articular يعني بين المفصل، articuli هو الarticulus هو المفصل، فأنظيمها بين المفصل يعني أدخل النيد المال الأبرة بين المفصل يسموها intra-articular. intra-synovial، synovial fluid هو سائل مزيد يكون بين مفصلين يسموه synovial fluid. هذا فائدة lubrication يعني يعني شلون شو نسميه تزييت المفاصل، فننطي بهذا يعني انترا ساينوفيل ننطي بهذا الفلويد ندخل نيدل مالتنا يعني عن طريق يعني عن طريق يعني نص الساينوفيل فلويد ننطيه انترا ساينوفيل. وكو انترا سباينال، انترا سباينال يعني وين؟ بالعمود الفقري يعني بالسباينال كورد بالحبل الشوكي العفو سوري انترا سباينال بالحبل الشوكي اللي هو يصير داخل العمود الفقري intraspinal. وكو intra-arterial، intra-arterial يعني داخل الشريان، intra-arterial داخل الشريان or intra-cardiac injections ننضيها بالقلب يعني اكو سموها cardiac shot. سامعين بالادرينالين يجوز او ما سامعين به بالمادة يعني احنا مرات لا سامح الله الانسان يتعرض فنقول لاطلاقات نارية او مثلا يتعرض لكار اكسيدنت يتوقف القلب مالته ساعة الساعة يتوقف يتوقف القلب مالته فننطي شوت يسموها انتراكاردياك انتراكارديال شوت. شوت يعني حقنه داخل القلب ننطي ادرينالين حتى ننشط عضله القلب مره ثانيه يعني هو يعني جاي يموت ننشط العضله مال القلب مالته ننطيها انتراكاردياك. But most commonly used ولكن الاكثر شيوعا من الاكثر شيوعا الانتراديرمال. طبعا الانتراديرمال مو شائعه جدا مثل السبكوتينيوس والانتراموسكولر والانترافينوس لاني اكثر شيوعا. الانتراديرمال تكون بالانتراديرم هاي بصراحه اشوف الطبقات مالها جد بعد شوي بالسلايد الاخر اللي بعده. والسبكوتينيوس يكون تحت الجلد مثل الانسولين نعطيه سبكوتينيوس. الانتراموسكولر، انتراموسكولر يعني بالعضله مثلا الفولتارين ابره الفولتارين نعطيها انتراموسكولر. والانترافينوس، انترافينوس يعني عن طريق الوريد مثلًا أمينوفيلين، أمينوفيلين اللي هو علاج يستخدم لي يعني برونكو دايليتر موسع للقصبات ننضيها عن يعني IV infusion IV roots. راح أرجع تعليقاتكم أتمنى تكون واضحة. واضحة محمد الأدوية اللي تحتاج أنا هنا ما أريد أتوسع أعطيكم أمثلة أدوية وأعطي صلب الموضوع، صلب الموضوع أن تعرفوا أنتم يعني أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل بابا رجاء إحنا هنا جايين نتعلم فنقول البيزكس هسه حاليا الأدوية اللي نعطيها عن طريق الانترارتيل إن شاء الله تجيكم راح تجيكم بالثيرابيوتيكس راح تجيكم بالسريرية وراح تجيكم بالفارماكولوجي فلا توسعون الموضوع خلينا في صلب موضوعنا. أوكي هذا السؤال اللي نعطيها دكتور المريض، دكتور المريض المشكوك او عنده كوما حسب الحاله بابا ياس عيني حبيبي. اذا انت عندك واحد هايبوغلايسيميك يعني عنده نزول بالسكر ننطي جلوكوز ووتر، اللي عنده هايبوتنشن ننطي نورمال سلاين. فحسب الحاله بابا، حسب الحاله وحسب الطريقه اللي يشوفها الطبيب. واضح بابا؟
شنو الفرق بين الانترا ارتكيولر؟ شنو الفرق بين الانترا سينوفيال؟ مجرد السايت اوف انجكشن الفرق، يعني شيء بسيط جدا. واضح السلايد هذا بابا؟ واضح السلايد؟ عندكم شيء مشكله؟ ننتقل للسلايد اللي بعده. واضح ان شاء الله؟ اوكي ان شاء الله خير. هنا راح نشوف بهذا السلايد طبقات الجلد، طبقات الجلد موزع لك اياها الابيديرمس، طبقه خارجيه للجلد، والديرمس والسوبكوتينيوس تيشو والاديبوز تيشو، وراها يجي وراها المصل اند فين حسب العمق، من بدايه الجلد، من بدايه الطبقه الاولى لجلد الابيديرمس لحد اخر طبقه. نقسم لي طبقات الجلد. الطبقه الاولى اللي هي الابيديرمس، هاي مرات نحك ايدنا تنحك هاي الطبقه الخارجيه نسميها الابيديرمس. الديرمس الطبقه اللي بعدها مباشره نسميها ديرمس. السبكيوتينيوس تشوفون هاي سيبيشس جلاند، هاي الغدد العرقيه موجوده في هذا المكان، هذا السبكيوتينيوس. وهنا عندنا الطبقه هاي الشحميه، اكو طبقه شحميه يسموها الاديبوز تيشو والمصل والفين. هنا ما لي علاقه بطبقات الجلد، هاي طبقات الجلد انا ما يعني ما لي علاقه بها، ولا راح اسالكم عليها اقول لكم شنو طبقات الجلد ومنين تكون الجلد، لا بابا. اريد اشوف بس امتداد الحقنه مالتي. شوف الانترا موسكولر، شوف الانترا موسكولر، شوف الميدل مالتها وين واصل؟ واصل طبقه المصل. شوف الانترا فينوس وين واصل؟ واصل للفين، كان يسموه انترا فينوس. هنا هذا الشكل توضيحي. وهنا عندي سبكيوتينيوس، هذا سبكيوتينيوس يعني تحت الجلد زين، لانه الديرمس هذه الجلد هذا، والابيديرمس هاي الطبقه الخارجيه اللي قلنا هي خارجيه، هاي نسميها اي انجكشن. هنا انترا اكو انترا ديرمال تصير فوق السبكيوتينيوس، يعني هاي شو اسمه تصير ناعمه، نيدل جدا ناعمه انترا ديرمال. وطبعا هاي الحقن يكون انسان متخصص يحقن، مو اي واحد يحقن ويعرف طبقات الجلد، خصوصا ذول الممرضين هم اختصاصهم، مو اختصاصنا هذا احنا نحقن الادويه او نص الادويه لهاي المناطق، لانه شغله ممرض هاي مو شغله صيدلاني. راح ارجع الى اسئلتكم بابا على هذا السلايد. يعني تقريبا هاي الابرج كم طولهم تقريبا؟ يعني ممكن النيدل طولها فد 3 سنتيمات او 4 سنتيمات بهالمستوى هذا، والابر النيدل مالت اللي تحت الجلد، الابر اللي تحت الجلد يعني تقريبا سنتيم او سنتيم ونص تقريبا، يعني هيش تقريبا حجمها، انا ما قايسها بالضبط صراحه، بس ممكن يشوفوها بالصيدليه تعرفون قد نيدل مال انسولين، اكو نيدل انسولين 1 سي سي تكون، شوفون حجمها، حجم النيدل ايش قد قيمه، انا ما قايسها بالضبط المساله. زين انا شلون اعرف المسافه؟ يعني هذا مو تخصصنا صراحه بابور عباس، مو شلون اعرف المسافه؟ يعني انا اللي ادخل دوره واعرف شلون اضرب ابره، انا مو اختصاصي اضرب ابره، يعني انا صيدلاني احضر دواء، احضر علاج. واضح عباس حبيبي؟ اذا تحب تدخل دوره يلا تعلم شلون تضرب ابره، يعني هذا يراد واحد بروفيشنال صراحه. سبكيوتينس بابا معناها تحت الجلد حبيبي، تحت الجلد. مثل يعني الابره اللي يعطيها تحت الجلد. بابا المثال اللي منو سالني على المثال انتراديرمال، منو سالني على الانتراديرمال مثال؟ اكو احد سالني على الانتراديرمال؟ نعم حسين؟ نعم بابا حسين. الانتراديرمال مرات اكو شايفين هذا لوبس سيستميك لوبس يصير داء الدؤبه، يصير شلون مرات الشعر مالت اللحيه مالت الوجه يصير شلون يساقط الشعر مالت، يعني يصير شلون فراغات باللحيه مال الشعر، اللحيه مال الرجل يصير فراغات فيها، فننطي ستيرويد، ننطي ستيرويد بيتاميثازون مثلا، ننطي انتراديرمال بيتاميثازون، ننطي انتراديرمال على مود حتى شنو؟ حتى نسوي بسوتيزم زياده بنمو الشعر بالمنطقه هذه. واضح حسين بابا؟ نعم يسموها داء الثعلب، داء الذئبه، داء الثعلب، نعم يس. احسنت.
واضح السبب، واضح. ننتقل للاستاج الاخر، عندكم مشكله بالاستاج هذا؟ لو ننتقل، ممتاز. اوكي، بهذا السلايد يا طلاب راح يقول هنا انواع الباكجينج مالته، يعني شلون نسوي باكجينج للانفيوجن مالتي او للدواء مالتي، شلون نسوي له باكجينج، يعني شلون يعني احطه في الغلاف وانطيه للمريض. فهنا منطينا ثلاث انواع بهالسلايد هذا، اللي هو الفايل نسميه احنا بالكومن نسميه بياله، سامعين بالبياله انتو، وباللارج بلاستيك فوليوم اللي هي الباج، هذا بالنص الباج اللي بالنص. هنا شفتوا هذا الفايل، هذا الفايل وهذا الباج اللي هو المغذي مرات على شكل بطل، زين، ويكون على شكل امبول. هذا الامبول اللي هو شايفين اغلبنا ينكسر ويكون سائل، طبعا دائما سائل، مرات هم يكون باودر طبعا بالمناسبه، يعني مرات تكون البياله بها يعني سائل، مرات يكون الامبوله بها باودر، يعني مو دائما الامبوله بها سائل ولا البياله دائما بها باودر. راح ارجع للتعليقات مالتكم، واضح؟ استمر لو عندكم مشكله بهذا الكلاي، تمام ان شاء الله، واضح ان شاء الله. راح استمر بالسلايد اللي بعده. يعني انترافينوس انفيوجن، انترافينوس انفيوجن ار سترايل ايكويوس بريباريشنز، اذا هي محاليل معقمه سترايل معقمه ايكويوس بريباريشنز ادمستر انترافينوسلي ان ريلاتيفلي لارج فوليومز. احنا نريد محاليل نعطيها احجام كبيره نعطيها للمريض، فهي هاي الانفيوجن انترافينوس انفيوجن. اي في ادمستريشن ار يوز تو اكستند بلاد فوليوم، يعني شنو اكستند بلاد فوليوم؟ نوسع حجم الدم. اند اور بروفايد الكترولايت، نمضي الكترولايت. شنو الالكترولايت؟ الكترولايت صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، اند سو اون. ونمضي نيوتريانس، نمضي مثلا بروتينات، نمضي مثلا ليبيدز، نمضي مثلا جلوكوز، هاي نيوتريانت، كلها نيوتريانت. اور ميديكيشنز، نمضي مثلا انتي بايوتكس، نمضي مثلا انتي فانجال، نمضي مثلا انتي اريثميك، يعني مضادات مال خلينا نقول خفقان، نمضي انتي هايبرتنسيف، مثلا ادويه مال ضغط، اند سو اون. الميديكيشنز الموجوده عندي اللي اقدر انطيها عن طريق محاليل الزرق الوريدي. Most intravenous infusions are administered to patients prior to, during and or following surgery. اذا المريض مالتنا يدخل العمليات، قبل العمليه نعطي ادويه، واثناء العمليه هم نعطي ادويه، وهو نايم بالعمليه، وبعد العمليه ولما يطلع من العمليه ايضا نعطي ادويه. واضح هذا السلايد؟ راح ارجع. واضح تمام؟ هل في التعليق تعليقين؟ تمام هذا السلايد؟ خير ان شاء الله. اوكي. ممتاز. وايدك حبيبي عباس. اوكي. الكونتينيوس انترافينوس انفيوجن، محاليل الوريديه المستمره كونتينيوس. اي في ميديكيشن واز فيرست جيفن، اي في ميديكيشن المحاليل الوريديه واز فيرست جيفن تو هيومنز ان 1662، عام 1662، but was abandoned يعني حضرت for a period because of thrombosis قطرة. يعني عام 1662 هذا المحاليل هي اكتشفت وانطوها للانسان، ولكن ورا فتره معينه شافوا فيها مخاطر اللي هي الثرومبوسز والامبوليزم. الامبوليزم سدادات، يعني يصير عندي فتره السد الوريد، السد الشريان، وتسبب لي ديث، تسبب لي موت. يعني ان ذا تريتد بيشنتس، بالمرضى المعالجين، ثرومبوس اند امبولس formation may be induced by IV needles and catheters. شوفوا هاي يسموها كاتيتر، الكانيولة. هذا شوفوا هذا الكانيولة نسميها كاتيتر، وهاي نسميها اللي هي السرنجة نسميها الاي في نيدلز. زين، هي هاي هم بها نيدل، هذا هم نيدل بس نسميها كاتيتر لانه نطي عن طريقها المحاليل الزرق الوريد اللي هي المغذيات، وهذا ايضا هاي نيدل وهذه اي في كاتيترز.
نرجع للسلايد نفسه هذا، الامبوليزم والثرومبوسز مشاكل متعلقه بالنيدل. مرات اني نيدل اوتها، سامعين بواحد يضرب بالوريد واوت وياها، اللي شو يسوي بيك؟ راح يخلي يصير بليدنج، راح يصير هيموريج، راح احتمال يصير عندي خثره، الخثره هاي راح تسبب لنا امبوليزم. الامبوليزم يعني امبولاي كلش خطره، الامبولاي ممكن تسبب لي يعني كارديوفاسكولار اكسيدنت، يعني سي بي اي. سامعين بالسي بي اي؟ لو ما سامعين بالسي بي اي، احد يقدر يقول لك شنو سي بي اي؟ شنو سي بي اي؟ كارديوفاسكولار اكسيدنت، هذا اللي صار جلطه دماغيه. سامعين بالجلطه الدماغيه لو لا؟ طلاب الجلطه الدماغيه هاي سببها امبولاي. امبولاي امبولاي متحركه بابا، الامبولاي هي خثره متحركه. عافيه بابا، زين ممتاز. الامبولاي هي خثره متحركه تضرب مناطق معينه، ربما تضرب لي البرين، ربما تضرب لي الكلى، ربما تضرب لي القلب، مكانات متعدده، وتسبب لي فيلير، يعني تسبب لي فشل بهذا المكان، تسبب لي ربما تضرب لي الساق مالتي، تسبب لي شلل. مرات يعني احنا مرات نشوف الوريد مفتوح لو ما مفتوح، اي طبعا تضرب البرين، نعم عاشت لك حسين، تضرب البرين سبب لي سي بي اي نسميه. ها النيدل هنا راح يسبب لي حركه عافيه بالقسطره، كذلك رقية عاشت لك بابا. النيدل هنا راح يسبب لي حركه غير طبيعيه للدم، فممكن يسبب لي هيموريج. الهيموريج راح يصير وراك لوتنج. الهيموريج تعرفون شنو الهيموريج؟ الهيموريج هو النزف. ورا النزف اكو كلوتينج، اكو تخثر راح يصير. هاي الخثرة راح يصير وين؟ داخل الوريد، داخل الشريان. فهذه راح تتحرك وين تروح؟ تتحرك داخل الدم. بس عادي وين تروح؟ تروح للبرين، للدماغ، تخثر. هسه واضح بابا شنو الفكره؟ ما واضح شنو الفكره. هسه هذا الموضوع هو طبعا ثانوي، لكن مجرد توضيح الفكره يعني. اوكي وضحت الصوره؟ اوكي خير ان شاء الله. نجي الكومن اي في سوليوشنز، يعني محاليل الوريديه الشائعه. اكويوس سوليوشن اوف ديكستروز. ديكستروز تعرفون هو سكر، صوديوم كلورايد هو ملح الصوديوم كلورايد، رينجر مجموعه من الالكترولايتس، ار ذا موست كومنلي يوز انترافينوس فلويدز. هي محاليل شائعه نستخدمها بالزرق الوريدي. اول واحد سامعين بالنورمال سلاين. النورمال سلاين عباره عن ووتر، ماي، نسبه الصوديوم كلورايد ب 0.9%، يعني استرايل ووتر حاطينه 0.9% صوديوم كلورايد، نسميه نورمال سلاين. هذا هو كومن شائع معروف. واكو نورمال سلاين ابو النص مخليه 0.45% صوديوم كلورايد، يعني نسبة النورمال سلايم، نسبة الصوديوم كلورايد 45.45 غرام كل 100 سي سي، كل 100 مل عندنا 0.45 غرام. واضح؟ الديكستروز ووتر اللي هو نسميه جلوكوز ووتر الشائع اللي احنا عندنا بالمستشفى بالصيدلية يسموه جلوكوز ووتر، 5% ديكستروز ان ووتر، 10% ديكستروز ان ووتر، 5% ديكستروز ان 0.9% صوديوم كلورايد نسميه D5NS، وكو 5% ديكستروز ان 45% صوديوم كلورايد نسميه D5 هالف نورمال سلاين. واكو رينجر لاكيت بيكون من صوديوم كلورايد 0.86% وبوتاسيوم كلورايد 0.03% وكالسيوم كلورايد اللي هو 0.33%. اللي اريد من عندكم حفظوا لي نورمال سلاين ب 0.9% يعني 0.9. الرينجر اللي تحبوا لي الرينجر النسب مالته، المكونات مالته اللي يطلع عليه كلكم اطلعوا عليه، فشيء مفيد انه من الان يعني تعرف انه الرينجر يحتوي على صوديوم كلورايد هالكثور وبوتاسيوم كلورايد هالكثور وكالسيوم كلورايد. لكن انا اللي اريده تحفظون الشغلات الكومن الشائعه اللي هي الصوديوم كلورايد، نورمال سلاين، وجلوكوز ووتر، وجلوكوز سلاين، ذني مهمات بالنسبه لكم حاليا. راح ارجع تعليقاتكم. ليش النسب تزداد؟
للمحلول نفسه، ليش ما تكون نسبه واحده؟ مرات مرات اقعد واحد مريض هايبرتنسيف يعني عنده ضغط عالي، ما نقدر نضيف 0.9% بابا، نضيف 0.45 بحسب الحاله يعني. اي بس اول اربعه تحفظوهم. الرينجر بيش نستخدم، نستخدمه بالكاما ياس، نستخدمه بالاسهال، حالات الاسهال الشديده، نستخدمه بالكوليرا، كوليرا ايضا يصير بيها لوس اوف الكترولايت. ما واضحه ياس؟ اوكي. اي يعني طلع عليه الاخيره، طلع عليه الاخيره بس طلع. انا ما اريد شو اسمه اثقل عليكم صراحه. اوكي. المطلوب هو الجلوكوز ووتر، جلوكوز سلاين والنورمال سلاين. نورمال سلاين عندك ابو النص، جلوكوز ووتر عندك ابو الفايف والتن، وجلوكوز سلاين عندك ابو النص، وجلوكوز سلاين العادي اللي هو ال 5% ال 0.9%. اوكي؟ اوكي زهراء حميد، واضح؟ ممنون. اوكي راح اكمل. اكمل سلايد، لو عندكم شيء على هذا السلايد خير ان شاء الله. هذا الاكزامبل هو اكزامبل حسابي. راح اوضحه. يقول how many grams of dextrose and sodium chloride are used to prepare a 250 ml bag of D5-NOS normal saline for intravenous infusion. راح ارجع اسالكم الكم شو المعنى D5-NOS normal saline؟ بس واحد يجاوبني. ياس موجود؟ ياس خي يجاوبني ياس. شنو دي 5 نص نورمال سلاين؟ وين ياس؟ اريد اسمه، اسمه الشائع، اسم شائع له قبل شويه ذكرته. شو اسمه هذا؟ شو نسميه هذا دي 5 نص نورمال سلاين؟ شنو هذا اسم الشائع؟ لا مو نورمال سلاين محمد موسى، مو نورمال سلاين، بعد اسم. عافيه جلوكوز، عافيه زهراء، عافيه بابا، صحيح جلوكوز سلاين، عافيه. هذا عندي جلوكوز سلاين اني. اني اريد اشوف ايش قد احتاج من هذا الجلوكوز سلاين. لا 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 بابا، جلوكوز سلاين هو صحيح عاشدك، نعم دو هو جلوكوز سلاين فعلا. اني اريد اشوف ايش قد بي ايش قد احتاج من هذا، عفوا ايش قد عندي موجود بديكستروز، ايش قد موجود بنورمال سلاين. اذا سويت الحجم، اذا اخذت من عنده حجم 250 مل، يعني ايش قد اقدر احسب كميه النورمال الصوديوم كلورايد والديكستروز الموجوده ب 250. انا عندي النسب مالتهن دي 5 5%، وعندي نص نورمال سلاين يعني 0.45، مو صحيح ولا لا؟ اريد واحد يجاوبني. يعني وضحت الصوره ولا ما وضحت الصوره عندكم بهذا السؤال؟ اعيد عباس قلبي، أنا سعدي بطل جلوكوز سلاين. نعم زهرة راح أعيدها مرة ثانية، نعم زينب بابا راح أعيدها مرة ثانية. أنا سعدي بطل جلوكوز سلاين، بطل جلوكوز سلاين. الجلوكوز سلاين شنو بيه جلوكوز سلاين؟ الجلوكوز سلاين بيه تركيز الديكستروز 5% وتركيز النورمال سلاين ايش قد؟ 0.45 يعني 45% بالمية، واضح؟ 0.45 جرام. فاريد اذا هاي بالمية زين، بال 250 مل ايش قد؟ عمليه نسبه وتناسب واضحه جدا، واضحه. ها طلاب؟ نعم ذو قول. ها وضحت الصوره طلاب؟ وضحت؟ خير ان شاء الله. نبقى بهذا السلايد ولا ننقل السلايد الاخر؟ وايدك بابا. نبقى بهذا السلايد ولا ننتقل للسلايد الاخر؟ عندكم بي احد ما واضح؟ خوش ان شاء الله راح انتقل للسلايد الاخر. Types of intravenous infusion. Intravenous infusion may be continuous infusion اللي هي
المحاليل المستمرة، ننطيها على مدى خلينا نقول فد نص ساعة مستمرة، ساعة مستمرة، واكو انترمتنت متقطع، انطيها مثلا 10 دقائق واقطع، وراء 10 دقائق مرة ثانية ارجع لها مرة ثانية. واكو عندي يسموها الاي في بوش، اذا عندي ثلاث نوعيات اللي هي الكونتينيوس انفيوجن والانترمتنت انفيوجن، عفوا نوعيتين سوري، الكونتينيوس انفيوجن والانترمتنت انفيوجن. الانترمتنت انفيوجن نسميها الاي في بوش او البولس، بولس دوز، بولس دوز. اذا عندي نوعيتين من الانتراجينوس انفيوجن، كونتينيوس اللي هي لارج فوليوم او فلويد، مثالها المغذيات يكون حجمها من 250 الى 1000 مل with or without added drug are run into a vein، يعني تعطى للوريد uninterrupted بدون مقاطعه، يعني ما حد يعني مستمره continuous. Whereas intermittent المتقطعة are administered during scheduled period. مثالها ال intermittent اللي هي ال IV push or bolus dose. راح ارجع اسألكم او تسألوني انتم العفو. ممنون مصطفى حبيبي، شكرا. عندكم ها سؤال مصطفى يقول منين جبنا ال 45؟ موجود عندي بال ها النورمال سلاين كاتب لي نص قبل بابا، بس هذا استعجل قبل سؤالك انت حبيبي. النص كاتب لي نص نورمال سلاين، بدي اشوف هذا، نعم بدي اشوف هذا كاتب دي 5، هذا بدي اشوف المؤشر، اكو حد يشوف المؤشر تاشر، بدي اشوف هذا مالتي تاشر مالتي، لو ما اشوف تاشر مالتي. لا مو هي مو شغله حفظ، هي مبين يعني نص نورمال سلاين، احنا مو قلنا راح احفظ ال 0.9% النورمال سلاين، اذا النص مال النورمال سلاين شنو هو؟ إيه دشوفه دشوف حبيبي مصطفى بلي دشوفه حبيبي، انت هسه نص، هذا نص، نص نورمال سلاين جديد، احنا عندنا النص نورمال سلاين يعني 0.45% ها واضحه ولا لا؟ يعني شنو تحفظها؟ هي 0.9% نصها 0.45، مو شنو تحفظها؟ ها قلبي واضحه الصوره ولا لا؟ واضحه مصطفى حبيبي، نعم 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 عباس حبيبي، 9 نصها 4.5، عاشت ايدك بابا. لا السيبتراكزون شلون ياس ياس ليش تديني ياس؟ شلون السيبتراكزون نعطيها اي في بوش؟ شلون نعطيها اي في بوش السيبتراكزون؟ بابا هسه احنا عندنا بالنسبه للسلايد الاول بس دقيقه، لا ننقل، خلينا بالنص ما نوع مثلا، واضحه ولا مو واضحه؟ واضحه ولا مو واضحه؟ ها ذو ليش اللاصق؟ شنو عندك مشكله ليش؟ واضحه؟ واضحه السلايد هذا ننقل من عنده نخلص من هنا، لو بعد اكو شيء عندكم مشكله دي. الفقار رجع لي الفقار قول لي واضحه ولا مو واضحه؟ لا تقول لي لاصق، ما حد يقول لي واحد يقول لي لاصق، واضح كلش واضح ترى هي. اي بي بوش. بس احنا نرجع اثنيناتهم. اكو عندي شيء اسمه كونتينيوس. سلايد اللي بعده. اكو شيء عندي كونتينيوس اللي هي المغذيات نعطيها على شكل كونتينيوس. واكو شيء اسمه اي بي بوش، يعني انا ابدا اضيف الدواء بسرعة وأدخل للجسم الإنسان بسرعة يوصل، يعني خلال دقيقة واحدة أنا أكون محضر الدواء. أوكي هذا فرق بين الكونتينيوس وبين الانترميتنت المتقطع. الأمثلة كل هواي أمثلة موجودة ياس، أنا لا أدوخ روحك بالأمثلة هسه حاليا، أنا أقف الأوت لاين كامل. الدون غير اسمك. أوكي بالجدول موجود، نعم دابا بنين بالجدول موجود اصلا، هو موجود بالجدول. فمن من تحفظ النسبه مال الجلوكوز سلاين نورمال سلاين الرينجر، ما تحفظ بيه راح تعرف ايش تحتاج من المغذي. هذا السلايد الثاني اللي بعده عندكم مشكله بيه راح ارجع تعليقاتكم، هذا السلايد هسه حاليا عندكم مشكله بيه دقيقه واحده.
ماكو شيء اسمه ترايزوم متقطع بابر. ياس عيني ياس تسمعني ولا لا؟ ماكو شيء اسمه ترايزوم متقطع. انا سبت ترايزوم انطيه على مدى ربع ساعه 15 دقيقه انزله للمريض. ماكو شيء اسمه متقطع. كونتينيوس مو بولس دوز. كونتينيوس احنا قلنا البولس دوز ينطى خلال دقيقه واحده حبيبي. اوكي خير ان شاء الله. هذا الادمنستريشن سيت جهاز الاعطاء. عندنا ماكرو دريب وعندنا مايكرو دريب. الماكرو دريب هو جهاز الاعطاء الاحتياجي. يصير على شكل اجزاء معينه توضيحها بالجانب هذا بالجانب الايمن. الماكرو دريب تعطيني سرعه اعلى، المايكرو دريب تعطيني سرعه اقل. الماكرو دريب تعطيني 10 الى 15 دروب بالمل، المايكرو دريب تعطيني 60 دروب بالمل. يعني اذا بدي افصل الدواء مالتي بنسب اقل اعطي مايكرو دريب، خصوصا الاطفال يستخدمون مايكرو دريب. والمايكرو دريب هو جهاز الاعطاء الاحتياجي، يتكون من اجزاء. هاي الاجزاء هنا مكان المحلول مالتي اللي اربطه هذا اساس صوره. هذا بطل، هذا البطل مالتي المغذي. وهنا عندنا شلون النيدل تدخل داخل البطل هنا تخترقه. هنا يسموه سوليوشن بورت، هذا الجزء المغذي. هنا راح تجي هذا الجزء راح يجي يدخل بالمغذي مالتي البيرسينج ديفايس. هنا مال تفريغ، هنا اي واي فال، هنا دريب شامبر، هنا شامبر يقطر مكان التقطير. هذا هنا القطرات مالتي تنزل مال المغذي. زين هنا عندي واي 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 فور يعني اذر دراج، ممكن اضيف هنا دواء اخر. زين هنا عندي سلايد كلامب، هاي قراصه جانبيه مجرد ثبت لي هذا التيوب. وهنا عندي الرول كلامب، رول يعني شلون الدوار فشي، الكره المتحركه. هاي الكره المتحركه تقرر لي عدد النقاط اللي راح تنزل بالشامبر هذا. من خلال هذا المكان اقدر اعرف كم قطر راح تنزل لي بالدقيقه الواحده او بالثانيه الواحده حسب السرعه اللي اني ارتئيها او الطبيب يرتئيها واني ادرسها ويا على مود حتى نقرر كم قطره ممكن تنزل بالدريب شامبر. زين انا عندي واي اخر هذا المكان هنا يرتبط بالكانوله تردد لك. هنا نقفلها من عنده ونفتحها من عنده. وهنا أنا كب يعني قطع يتخلى على الكانوله. اذا عندي الست نوع هو الرسمي والبيلاتريك اللي هو المايكرو دريب. طبعا هنا موجوده في الصيدليه بالمستشفى وبالصيدلية. ممكن أي واحد يحب يطلع على شكلها يزور الأقرب صيدلية ويطلع على شكلها يشوف شكلها المايكرو دريب والمايكرو دريب. السرعة مالتها تختلف من 10 إلى 15 بالنسبة للستاندرد و 60 قطرة إلى بالمل فور مايكرو دريب. راح أرجع لأسئلتكم على هذا السلايد. الأجزاء حفظ لو لا يعني ممكن تحفظها، تحفظ بعض البارتات المهمة مثلا خلينا نقول الاير فالف هذا ممكن تحفظه. يعني هذا الاير واي فالف هذا ممكن تحفظه لانه هذا تفريغ هواء. شنو شغله مثلا؟ ليش اير واي فالف؟ انا حتى نفرغ الهواء ايفاكويت اير فروم ذا ديفايس، نفرغ الهواء الموجود بالديفايس مالتنا. زين و شنو فائدة الواي مثلا واي سايت؟ هاي نضيف يعني محلول اخر فائدته تو اد انذر اي في انفيوجن فور اور ديفايس. زين
شنو فائدة الرول الكلامب؟ هنا رول الكلامب شنو فائدة؟ to adjust ينظم number of drops for our macro or micro trick. راح ارجع على اسئلتكم. صوت صار ناصي هناك شويه صوتي نص اصلا صوتي ناصي هناك. راح ابدي ارفع دقيقه واحده. هسه واضح عندكم واضح عندكم هذا السلايد ولا مو واضح؟ واضح عندكم السلايد بابا؟ واضح. خير ان شاء الله. الفوائد مال الاجزاء. انا ما راح اسالكم على الفوائد مال الاجزاء، بس انا اذا لو امتحان اورال مثلا ممكن اسالكم به احتمال اذا يصير، بس ما اعرف اعرف بصور مضر يعني ماكرو والمايكرو. اذا اشوف دكتور مضر مثلا امتحانكم اورال ممكن امتحنكم مية اسالكم على بعض يعني اقول لكم مثلا شنو فائده الاير واي فال، شنو فائده ياخذ يسوي ادجستمنت للنمبر اوف دروبس، يعني مو فد شيء صعب وهذا اعتقد. وتحبون احدد لكم الفوائد مالته او الفوائد مالته بدون فوائد، حفظوها اديتز، حفظوها اديتز. منين يتكون عندي الادمنستريشن سيت الماكرو والمايكرو ولا اني حفظهم؟ حفظ البارتات. اوكي لا لا مو عملي بابا، لا مو عملي، لا لا مو عملي، لا 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 نظري ما له علاقه بالعملي، ما احسن العمل نهائيا. واضح؟ احفظ البارتات بدون فوائد، بدون فوائد، فقط البارتات حفظهم. تمام. نعم هو ما عندك بابا عباس، ما عندك بس ماكرو مايكرو، ما عندك غيرهم. هنا example يقول calculate اولا the number of drops and then the length of time in minutes required to deliver 50 ml of intravenous solution when using a micro drip set at 60 drop per ml and a standard decision set ب 15 دقيقة drop per minute. If each case one drop if in each case one drop is to be administered per second. يعني بكل حالة احنا نريد ننطي قطرة بكل ثانية، قطرة بكل ثانية ننطي. فهو يقول لي كم مل نحتاج؟ كم دقيقة نحتاج؟ انا حتى ننطي 50 مل، سوري. احنا نريد كم دقيقة نحتاجها حتى ننطي 50 مل من هذا المحلول للمريض؟ إذا استخدمنا ماكرو دريب وإذا استخدمنا مايكرو دريب، علما أن السرعة حنقول السرعة هنا اللي ننطيها يعني. 15 قطرة واحدة عفوا لكل سكند، لكل ثانية واحدة، لكل ثانية. إذا أنا إذا دروب 1 دروب كل سكند بالدقيقة ايش قد نحتاج؟ 60 دروب بير سكند بير مينت عفوا. فبالمايكرو بالماكرو دريب احنا قلنا بالماكرو دريب 60 دروبس بالمل، إذا 50 مل ايش قد؟ راح تطلع عندنا ايش قد؟ 3000 قطرة. إذا نعرف انه احنا الماكرو دريب مالتنا يعطينا قلنا 60 قطره بالمنت، ف 3000 قطره ايش قد نحتاج وقت لها؟ راح نحتاج 50. هذا بالمايكرو دريب. بالماكرو دريب اللي هو الستاندرد سيت او الادمنستريشن سيت جهاز الاعطاء الاحتياجي هذا بالسابق قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا 15 قطره بالمل الواحد، اذا 50 مل ايش قد؟ على 750 قطره. ايش قد وقت نحتاج؟ إذا أريد نعطيه هو أصلاً منطينا هذا المعطى، قايلين إنه نحتاج 60، نحتاج كل سكين قطرة واحدة، فنحتاج 60 قطرة بالمنت، فنسبة وتناسب ونسويها تطلع لنا 12 دقيقة ونص. راح أرجع التعليق. كلها حلوة طيبة. السلايد ماكو. عباس السؤال واضح كلش واضح. راح أرجع أعيده مرة ثانية ماكو مشكلة. السلايد ماكو بان يحيى، ليش السلايد ماكو؟ عندكم سلايد واضح؟ نعم نعم. السؤال راح اعيده مره ثانيه. يقول كالكوليت اي احسب نمبر اوف دروبس عدد القطرات، بي لينث اوف تايم طول المده ان مينتس ريكوايرد تو ديليفر 50 مل of intravenous solution
when using a micro duplex at 60 drop per mil and standard administration set at 15 drop per mil, 15 drop per mil. If in each case one drop is to be administered per second. يعني واضح السؤال جدا. هو يريدني انزل بكل سكين دروب واحده، قطره واحده بكل ثانيه واحده، يعني قطره لكل ثانيه. فايش قد بالدقيقه الواحده راح اطلع الوقت؟ ايش قد احتاج وقت؟ الشطر الاول يقول عدد القطرات. الشطر الاول من السؤال، طبعا هاي كل حاله المايكرو دريب والستاندرد سيت بشطرين، بي اي وبي. الشطر الاول عدد القطرات، الشطر الثاني اللي هو البي التايم، لينث اوف تايم، لينث اوف تايم. هذا الشطر الاول. كل احنا نجي اول شيء المايكرو دريب، المايكرو دريب نجي نقول احنا عندنا بالمعطيات يقول 60 دروب بير مل، واحنا نعرفها اوريدي، نعرفها قبل قبل شويه بالشرح ذكرناها، قلنا المايكرو دريب يعطيني 60 دروب بير مل، هاي ثابته، يعني هاي ثابته، هاي المعطى ثابت، بس هو سمنطينيها اصلا بالسؤال الاكزامبل هذا منطينيها، منطيني المعطى هذا. فيقول لي 60 مل ب 1 مل، فاذا 50 مل اقدر انطي كم قطره راح انطي؟ راح اعطي 3000 قطره، اذا كان 60 دروبس بالمل الواحد ب 50 مل ايش قد؟ تطلع لي 6000 قطره. نجي للشطر الاخر من السؤال اللي هو شنو؟ لينث اوف تايم. لينث اوف تايم، اذا انا اعطي 60 قطره بمنت واحده، 3000 قطره ايش قد يراد لها وقت؟ 50 دقيقة. نسبة وتناسب راح تطلع لي قيمة الزد. نجي للستاندرد سيت ايضا من شطرين، الشطر الاول نمبر اوف دروبس، احنا قلنا هاي المعلومة ال 15 دروبس بيرمل هذه ثابتة عندنا احنا، هذا شيء معلوم. فإذا أريد نعطي 50 مل نطلع قيمة الاكس، الاكس تطلع لي 750 دروب. الشطر الثاني اللي هو البي يريد التايم اللي نحتاجه حتى نخلص ال 50 مل، ايش قد نحتاج تايم؟ احنا اذا عدنا 60 دقيقه 60 قطره يطرين الجهاز الاعطاء الدقيقه بالدقيقه الواحده 60 قطره عفوا. فاذا 750 قطره عندي ايش قد نحتاج وقت؟ راح يطلع لي 12 دقيقه ونص. طلاب واضح؟ لو اكو شنو؟ اقدر اعرف الوقت بالثواني؟ لا الا بالدقائق. هو راح يحدد لك الوقت بابا مجتبى، هو راح يحدد لي الوقت، هو راح يحدد لي الوقت اللي يحتاج اللي يريده، سواء بالسكند سواء بالدقيقه، هو حسب ما يريده هو. وايدك بابا عباس واضحه؟ واضح هذا؟ واضح هذا المثال؟ ننتقل للسلايد الاخر، دعوتكم بعد سؤال اخر عليه. المطلب الثاني ليش؟ المطلب الثاني ليش؟ مو النقطة مو النقطة ما فهمت هذا السؤال شنو؟ يجوز يريده بالساعة نعم ممكن، هو حسب ما يريد، حسب الطبيب، هو حسب الطبيب شلون يريد ينزل القطرات؟ بالساعة، بالدقيقة، بالثانية؟ بس ما معقول واحد ينزل له قطرة بالساعة. يعني لازم لو ثانية لو دقيقة. اذا مشان معطى بسرعه القطرات لازم احنا طبعا 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 دان، هذا سؤال جدا مهم دان، هذا سؤالك مهم بابا دان يحيى. اذا كان ما منطينا بالسؤال لازم تعرفون انه ترى هذا كلش مهم، لازم تعرفون انتم 16 قطره بير 1 مل. هذا بالنسبه للماكرو دريب، بالنسبه للمايكرو دريب 60 قطره بالمل الواحد. ممتاز نعم اي صحيح، مو انت قطره واحده بالساعه، شنو هذا ظل منتظرها شنو؟ واضح هسه بابا؟ ننقل سلايد اخر، لو عندكم سؤال دكتور النقطة بي بالمطلب الثاني ليش 60 مو 15؟ ليش 60 مو 15 شنو؟ هو المطلب الثاني عم بابا للماكرو دريب حبيبي ياس المطلب الثاني اللي يحكي على الماكرو دريب، ما اللي يحكي على المايكرو دريب. واضح اوكي ننتقل للسلايد اللي بعده لو عندكم. اوكي واضح، نجي للكونتينيوس تايبس اوف انترافينوس انفيوجن.
the rapid injection of intravenous medications as an emergency is called intravenous push or a bolus dose. Bolus dose or intravenous push. They are administered in less than 1 minute. هاي نمضيها بأقل من دقيقة واحدة. The safe administration of a drug by IV push, the safe administration of a drug by IV push depends on calculation of dose and rate of administration. شلون نحصل على أمان أو نعطي الاي في بوش بصورة أمينة للمريض؟ نحسب الجرعة ونحسب السرعة. الجرعة والسرعة. واضح؟ A diluted injection may be administered as an added safety precaution. مرات نخفف الانجكشن مالتنا على مود نحصل فد يعني أمان أكثر للعلاج اللي راح نعطيه على شكل IV push، على مود حتى نتجنب المشاكل أو السايد افكت اللي ممكن تطلع لنا من الـ IV bolus dose. هذا واضح عندكم استاذ؟ راح ارجع التعليقاتكم. اكو مثال عبرناه. دقيقه، اكو مثال عبرناه. هذا example 3. اوكي، راح ارجع له. هسه هذا السلايد افتهمتوه؟ بس هذا السلايد افتهمتوه بالنسبه للبولس؟ راح نرجع له ذاك. هذا رجعتوه له ولا لا؟ راح ارجع للاكزامبل 3، راح ارجع له هسه. بس هذا السلايد واضح؟ عندكم مشكله بيه؟ واضح هذا السلايد بالنسبه للبولس؟ الاي في بولس دوز واضح، ما عندكم مشكله بي؟ راح ارجع مره ثانيه. لا بالعكس حبيبي ياس، بالعكس انا فرحان انه انتم جت اهم شيء صوره واقعه عندكم. اوكي، راح ارجع للاكزامبل الثالث. اعيده بابا، اعيده حسين، اعيده، ماكو مشكله. زين اوكي، راح اعيده بس راح ارجع للاكزامبل الثالث واعيده. مره ثانيه زهراء. اوكي حسين، ما يخالف. راح ارجع للاكزامبل الثالث واعيده مره ثانيه. تمام. اكزامبل الثالث يقول كالكوليت، احسب the daily volume of، هذا عندنا جلوكوز 10% دي 10 W، الدي هو ديكستروز وال10 اللي هو نسبة الديكستروز بالووتر، يعني 10% كل 100 سي سي عندنا 10 غرام ديكستروز. فيريد calculate the daily volume of dextrose 10% 10 water to be administered to a neonate weighed 3.5 pounds in a dose of 60 ml per kg per day. يريد هنا شنو؟ الفوليوم اللي نحتاجه من هذا، طبعا هذا هايبرتونيك يسموه المغذي، هذا ال 10%، يعني 10% نسبة جدا يعتبر عالية، لأنه احنا عندنا الجلوكوز ووتر 5%، مو صحيح؟ احنا عندنا دي 5W وعندنا هذا دي 10W. طبعا بالمناسبه عندنا هايبرتونيك حتى 50% يوصل 50، يعني 50 ديكستروز بال 100 مول، 50 غرام من السكر، سكر الديكستروز بالووتر، هذاك يسموه هايبرتونيك. معلومه اوتسايد ما لها علاقه بالموضوع مالتنا، مجرد التوضيح، يسموها هايبرتونيك. هذا الهايبرتونيك نعطيه لذول المشوكين اللي يصعدهم شوك. واضح طلاب؟ هذا يصعدهم شوك مرات، يعني مشوك عنده سيركوما، فنحتاج نوصل سكر عالي للدماغ، نعطيه يسمونه هايبرتونيك. تونيك يعني معناها قوه، هايبر عالي يعني قوه عاليه من السكر، نصعدها نوصلها للدماغ عن طريق الاي في انفيوجن. فهذا الاكزامبل هسه يقول لي calculate the daily volume of 10 dextrose water to be administered to a neonate weighed 3.5 pounds in a dose of 60 ml per kg per day. نجي هنا عندنا الوزن 3.5 pounds، نقسم على 2.2 على منتحوله الى الكيج، لان هو يريد شنو؟ يريد 60 ml per kg per day. فنطلع الوزن بالحاله هذه. زين طلعنا الوزن. زين هو شو يريد؟ 60 مل لكل كي جي، لكل كيلوغرام. زين اذا عندنا 1.6 يطلع لنا، نطلع عدد الملات اللي نحتاجها او الفوليوم اللي نحتاجه توتال دوز تو بي ادمستر دي،
القد نحتاج 96 مل. Now, if you use administration set that deliver 15 drop, يعني نحتاج تشوفون ها ليش ما نستخدم شو اسمه الادمنستريشن ست نستخدم مايكرو دريب، لانه هنا عندنا جرعه قليله جدا بابا، انتبهوا هنا عندنا جرعه قليله، احنا نريد نسلم هذا الطفل اللي هو وزنه كيلو ونص تقريبا، يعني هذا حتى وزنه دون الطبيعي، هو وزن الطفل من يجي للدنيا من يقدر يقول لي وزن الطفل من يجي للدنيا ايش قد؟ راح ارجع اسالكم سؤال واحد يجاوبني. 2.2 كل كيلوغرام يساوي لك 2.2 باوند بابا، دو وياي دو 3. سؤال ها فوق 2 كيلو هذا تجاوبوني عاشديكم خوش. اوكي وزن الطفل ايش قد؟ 3 صحيح. شيماء ورقية عاشديكم. 4 كيلو يعتبر شوية اوفر، الأربعة هو 3.5 كلش ممتاز، 3 إلى 3.5 ممتاز، عاشديكم ممتازين. زين عرفت شلون حولنا؟ اول شيء حولنا اي فوق 2 كيلو، 2 كيلو يصير صغير يعني طفل، يعني هسه احنا هذا الطفل تقريبا 1.5 فوق 1.5 كيلو، قد يشوفوه شو عنده مشاكل، يعني عنده مشاكل بدنا نعطيه علاجات، يعني هذا نيونيت بعد هذا بريماتشور، هذا بريماتشور، تعرفون كلمه بريماتشور؟ بريماتشور بعد ما نكتمل النمو يعني. اي يسمي اسبوعي، هو اسبوعي يعني 7 مرات تحت يجي هو حتى هو بريماتشور، يجي هو اصلا بريماتشورتي عنده ويصير حجمه صغير، مرات الام مريضه. نعم صحيح يسمي اسبوعي صح؟ اي هو الطفل هذا مريض. فنجي هسه هنا اول شيء حولنا الوزن مالته 3.5 كيلو غرام، حولناها الى الكيلو غرام، بعدين احنا نحتاج 60 مل لكل كي جي باليوم الكامل طبعا. نيونيت حديث الولاده محمد. نيونيت حديث الولادة بابا. نيون يعني حديث. اي حديث ولادة. نجي هنا نحسب ايش نحتاج 1.6 كيلو جرام، لأنه هو عفوا نحتاج 1.6 كيلو جرام 69 ملغ لكل مل لكل كي جي. فإذا 1.6 نحتاج 96 مل من هذا المحلول اللي هو الهايبرتونيك قلنا اللي هو 10%. زين السلايد هسه راح اطلعه. زين now if you use administration set deliver 16 drop per ml at a rate of 20 drop per minute calculate the total time required for infusion. احنا قلنا كم راح اطلع كم قطره موجوده بال 96 ملي طلعناها، احنا نحتاج 96 مل، احنا نحتاج 96 مل لهذا الوزن، مجرد ضربنا احنا 60 مل لكل كي جي، اذا 1.6 وزنه هو طلعنا 96 مل، كم قطره موجوده بال 96 مل؟ موجوده 5760 قطره. هاي احنا هو معطينا المعطيات يقول 20 قطره اريد بالدقيقه الواحده. زين اذا عندي 5760 قطره راح احتاج 288 دقيقه حتى اكمل حراره ما اروح. باوند بابا اي بي باوند معنا باوند. مريم هادي مريم هيثم مريم حسين ما اعرف شنو مريم. باوند معناها اي معناها باوند. نعم واضح هذا السلايد؟ لو عندكم مشكله بيه بابا هذا السؤال واضح؟ واضح نكمل كونتينيو. نرجع لهذا السلايد مالتنا اللي هو سوري حاسبه. اوكي نرجع للستايل مالتنا اللي هو كونتينيوم ستايل هذا راح الى مره ثانيه هسه.
and continuous types of intravenous infusion. The rapid injection of intravenous medications as an emergency is called intravenous push IVP or a bolus dose. They are administered in less than 1 minute. نعطيها بأقل من دقيقة واحدة. الجرعة الحقن السريعة اللي نعطيها عن طريق الوريد بحالات طارئة نسميها intravenous push IVP or bolus dose. They are administered in less than 1 minute. نعطيها بأقل من دقيقة واحدة. The safe administration of a drug by IV push depends on calculation of dose and rate of administration. إذا نعتمد نعتمد على حالك شغلك يعني. نعتمد على calculation of dose نحسب الجرعة ونحسب السرعة. الجرعة والسرعة على مود حتى يكون السيف سايد عندما نعطي الاي في بولس دوز. اذا حسبنا الجرعة واذا حسبنا السرعة راح نكون بالسيف سايد على مود نعطي اي في بولس دوز. الاي في بولس دوز هي كميات سريعة، كميات سريعة تعطى بالحالات الطارئة، كمية دواء سريعة نعطيها بالحالات الطارئة باقل من دقيقة، نعتمد بيها على السرعة والجرعة. السرعة والجرعة. A diluted injection may be administered as an added safety precaution. مرات نخفف المحاليل على مود نحصل على أمان أكثر. هذا السلايد واضح؟ واضح؟ سلايد نعم، سلايد موجود يمي؟ واضح؟ واضح إن شاء الله، كان إن شاء الله. أوكي، واضح. ممتاز. نرجع للمثال مالتنا. هذا المثال مالتنا. يقول طبعا ما اعرف يمكن البرنامج قام برنامج ثقل ما اعرف ايش. Example 4. A physician طبيب orders midazolam hydrochloride 2 milligram IV bolus dose. 2 milligram IV bolus dose. Midazolam مادة منومة نعطيها قبل العملية على مود نسوي تخدير، نسوي sedation. Sedation معناها تهدئة، ونسوي hypnosis. Hypnosis. الهيبنوسيس معناها تنويم. هذا الميدازولام هو مادة منومة نمضيها قبل العملية، سوينا sedation وhypnosis. A pharmacist الصيدلاني هنا delivers a vial containing midazolam hydrochloride 5 milligram per month. بالصيدلية هذا الصيدلاني عنده بيالة vial بها 5 ملغرام بالمنظر، واحنا نريد 2 ملغرام. ايش نسوي هنا؟ نسوي نسبه تناسب، نقول 5 ملغرام كل مل. اذا اريد 2 ملغرام ايش قد نحتاج؟ 0.4 مل. راح ارجع على اسئلتكم. واضح هذا السؤال؟ لا مو واضح. واضح هذا المثال؟ واضح ما بي شيء، هو مجرد نسبه تناسب. انا عندي بياله البيالة بيها 5 ملغرام كل مل، أريد أحصل عدد 2 ملغرام من هاي البيالة، كم مل آخذ من عدد؟ كم مل؟ 0.4 مل. جدا واضح إن شاء الله. راح ننتقل للسلايد الآخر. Example. جنتاميسين سلفيت 2.5 ملغرام per kg is prescribed for 1.5 kg نونيت. الجنتاميسين نعطيها علاج، نمضي هواي متعدد الاستعمالات، ولكن من اهم استعمالاته نمضي للسيفير يو تي اي، يعني يورينري تراكت انفكشن، التهابات المجاري البوليه يورينري تراكت انفكشن، وكذلك نمضي حالات الدياريا، حالات الاسهال، حالات الاسهال. طبعا الدياريا مو تلف بدايه تنظر الدياريا. فالجنتاماسين عاده بالمستشفى هذا سن يونيت حديث ولاده وزنه كيلو ونص، الطبيب جاي ينطي جنتاميسين سلفيت 2.5 ملغرام بير كي جي. ليش انطى 2.5 ملغرام بير كي جي؟ سؤال خارج النص، خارج الموضوع مالتنا، لكن مجرد للتوضيح للمعلومه. طلاب وياي لا مو وياي؟ مو اسرع شلون اسرع؟ مو انتم اقدر اوضح لكم السلايدات، انتم تردون على كيف يعني، لازم اوضح على كيف. الجرامايسين، الجرامايسين الجنتاميسين هو الجرامايسين. الجرامايسين له استخدامات متعدده. ننطي لل UTI معناها يورينري تراكت انفكشن، التهابات المجاري البوليه، ونستخدمه كذلك بحالات الدياريه، الاسهال. هنا المريض طفل نيونيت
حديث ولاده وزنه كيلو ونص. ليش هنا الطبيب قال 2.5 ملي غرام بير كي جي؟ عاده الجنتامايسين، الجنتامايسين الجرعه مالته 3 الى 5 ملي غرام بير كي جي الجرعه الاعتياديه، لكن هذا هنا الطفل بما انه وزنه قليل هنا الفلتريشن او التصفيه مالته مو تمام. وتعرفوا او معلومه عن الجنتامايسين او الدرامايسين، الجنتامايسين هو نفروتوكسيك، يعني يأثر على الكلى او يسبب توكسيسيتي بالكلى، يعني يسبب لنا تسمم بالطفل، فلهذا خفض الجرعه هنا الى 2.5 ملي جرام بير كي جي. طبعا هذا الموضوع خارج نص، خارج النص نهائيا، مجرد التوضيح معلومات عامه يعني لكم. نجي هنا السؤال بدوز اوف ذا دراج ريتر، هنا ايش قد يحتاج جرعه للطفل؟ ثاني شيء ذا فلو ريت ان ميل بير مينت وين ذا دراج از بيست ان 50 ميل IV bag and the infusion to run in 30 minutes. نعم نجي. احنا نحتاج 2.5 ملي جرام لكل كي جي. اذا هو وزنه 1.5 راح نحتاج 3.75 ملي جرام او جنتامايسين سلفيت. هاي نحتاج الدوز. زين يعني هو يقول احنا 50 ملي نعطي لمده 30 دقيقه، اذا بالدقيقه ايش قد؟ راح بالدقيقه الواحده يطلع لنا تقريبا 1.67 ميل بير مينت. هذا واضح؟ لا مو واضح، انا ما جت طلعت التعليقات مالتكم بابا. واضح؟ اريد واضح، واضح هذا الاكزامبل، واضح الاكزامبل هذا؟ المشكله دي واضح؟ ممتاز. ممتاز. نجي هنا الانترافينوس ادميكستشر، الانترافينوس ادميكستشر سمول فوليوم انجكشن، حقن 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 صغيره الحجم، may be added to large volume injection and given parenteral، يعني احجام صغيره تضاف الى احجام كبيره ونعطيها عن طريق الوريد. لارج فوليوم فلويد such as sodium chloride injection. اللارج فوليوم شنو هي اللارج فوليوم؟ اللارج فوليوم اللي هي المغذيات اللي هي صوديوم كلورايد والديكستروز والى اخره. الاديتيفز المضافات سمول فوليوم فلويدز لايك امبولز بايلز اند بيجي باك. بيجي باك هم نفس يعني شلون التشيس مال المغذي يصير يسموها بيجي باكس، كياس المغذي. ار جنرالي الكترولايتس انتي بايوتكس فيتامينز تريس اليمنتس هيبارين واند انسولين. هذا الاسلايد راح ارجع على اسئلتكم الان. ربما يكون هنا هذا السؤال على الدرمانسين صرف دوني الطفل يعاني، ربما يكون الطفل هذا هنا يعاني من اسهال، او ربما يعني هو على اكثر هنا يعاني من اسهال الطفل. نعم واضح هذا السلايد؟ واضح واضح اوكي. هذا الادمكستشر انترافينوس ادمكستشر واضح لكم؟ لو عندكم مشكله بيه فقرة الثالثة بالسلايد. The additives, small volume fluids like ampoules, vials, and piggybacks are generally electrolytes, antibiotics. هاي الـ additives المواد المضيفة، المواد المضافة، يعني مو اللارج فوليوم، السمول فوليوم. يعني أنا مو عندي تقسيم يو، هذا التقسيم عفوا واي، سوري، هذا التقسيم واي، هذا عندي هذا الكبير، الفوليوم الكبير، وهذا الفوليوم الصغير. أحط الاسم سلايد. شوي اكبر هذا هذا شوفوا هنا الفيجر، شوفوا هذا الفيجر، هنا عندنا واي، هذا واي واي جنكشن، هذا هنا عندنا واي جنكشن، هذا التقاء ملتقى، هذا ملتقى. هنا عندنا لارج فوليوم، لارج فوليوم اي في سوليوشن، هذا 1000 مل تقريبا حجمها 500 مل ربما 1000 مل، وهذا السمول فوليوم اللي هي البيجي باك ربما تكون انتيبايوتكس، ربما تكون نيوتريانس، ربما تكون يعني اتسترا تريس اليمنتس اند سو اون. هنا انا راح نضيف هذا وراح يجي يلتقن بهذا المكان الملتقى وينزلن للمريض. زين هذا واضح السلايد لو لا؟ واضح؟ الفقره الثالثه وضحت عندك لو لا؟ واضح؟ واضح. ننتقل لهذا الاكزامبل. Example: A medication order for a patient weighing
154 باوند كولز 4.25 ملي جرام اوف امفوتريسين. امفوتريسين طبعا هو علاج يستخدم مضاد فطري امفوتريسين انتي فانجل 3 كي جي اوف بودي ويت تو بي ادد تو 500 مل اوف 5% ديكستروز injection. If the amphotericin is to be obtained from a constituted injection that contains 50 ml per 10 ml, how many milliliters should be added to the dextrose injection? ايش قد احنا نشوف احنا عندنا هنا amphotericin. الامفوتيريسين موجود بذيالة 50 ملغرام كل 10 ml. فهو الجرعة مالته هذا المريض اللي هو وزنه 145 باوند وزنه 154 باوند والجرعة اللي نحتاجها احنا 25% ملي جرام من الامفوتريسين لكل كي جي. ونريد نخلي هذا الامفوتريسين وين؟ ويا الديكستروز 5%. فنجي شلون الانسر راح يكون؟ نقسم نحصل الكي جي اول شيء نقسم الوزن بالباوند نحصل وزنه صار 70 كيلوغرام. فايش قد نحتاج؟ احنا نحتاج 0.25 ملغ لكل كي جي. اذا 70 غرام اذا 70 كي جي العفو راح يكون التوتال ملغ 17.5. هذا ايش قد نحتاج توتال دوز؟ زين انا بالصيدليه عندي الفياله بها 50 ملغ كل 10 مل. زين اذا ابي 17.5 ملغ ايش قد اخذ من عندها؟ اخذ من عندها 3.5 مل. واضح هذا؟ لا مو واضح. اريد بعد تعليقات. هذا واضح؟ لا مو واضح السؤال. واضح؟ واضح إن شاء الله هذا واضح؟ أعيد مرة ثانية لو ما أعيد؟ تحبون أعيد مرة ثانية هذا السؤال لو ما أعيده؟ ممنون. زين شنو هنا شنو الأوتكمز؟ شنو اللي حصلناه اليوم؟ شنو اللي حصلناه من هاي المحاضرة؟ أولاً parenteral administration was defined. عرفناه شنو parenteral administration. parenteral administration شنو هو؟ حد يقدر يقول لي parenteral administration شنو هو؟ شنو هو parenteral administration؟ شنو هو parenteral administration؟ ويدكم بابا المواد اللي ناخذهم بالحقن. عافية عاشت ايدك عاشت ايدك شيماء ومحمد موسى اللي هي مو عن طريق الفم. عاشت ايدك بنين اللي هي نعطيها اعطاء مباشر. زين يقول to define أول شيء شنو فائدته؟ was defined as different parental methods of administration were listed. شنو different method؟ عافية عافية بان عاشت إيدي شبابه. زين شنو الميثود اللي نعطيها؟ نعم نعم شنو الميثود اللي نعطيها؟ وريدي بعد نعطي بعد عن طريق الوريد IV اكتبوا لي بالإنجليزي IV IM subcutaneous. مو صحيح. بعد شنو عندنا؟ سمعوني بابا لو ما سمعوني. نعم مريدي شريانك يا ريت تكتبون بالانجليزي. محمد ابو جاسم قلبي اكتب لي بالانجليزي بابا بالانجليزي اكتب لي. عافيه انترا ديرمال عافيه بنين انترا ماسكولر عافيه انترا ماسكولر مصطفى جواد عاشت ايدك بابا. زين الفقره عافيه عافيه شيماء اي في اي ام عاشت ايدك بابا ممتاز ممتاز عافيه ياس انترا ديرمال ممتاز. شنو مثال انترا ديرمال ياس؟ شنو مثال انترا ديرمال؟ سالتني انت سباينال عافيه انترا مو سباينال انترا سباينال بابا انترا انترا سباينال. محمد ابو جاسم محمد موسى اوكي. زين الفقره الاخرى عافيه ابو جاسم الانسولين بان الانسولين سبكيوتينيوس بابا الانسولين سبكيوتينيوس بيتاميثازون بلي. نعم عافيه ايديكم. زين زين بابا هسه شنو قلنا الفقره الاخرى انترافينوس انفيوجين بسلايد شويه
شبكه انترافينوس انفيوجن وير ديمونستريت وضحناها شنو الاي في الاي في انترافينوس انفيوجن. الادفانتجز مال البارنترال ادمنستريشن واز بريزنتد. شنو الادفانتجز مالتها؟ شنو الادفانتج مال البارنترال؟ ممكن يقول لي واحد شنو الادفانتج مالتها؟ شيء ما مورفين ننطي عافية زيادة حجم الدم. عاشت ايدش كان بابا، عاشت ايدش مفعول سريع، عاشت ايديكم. ممتاز ممتاز. زين الكومن اي في سوليوشنز وير انيوميريتد. عددنا الكومن، عددنا الكومن اي في سوليوشن. شنو هي الكومن اي في؟ شنو هي الكومن بابا؟ احد يقدر يقول لي؟ نعم من الكومن اي في سوليوشن وير انيوميريتد. شنو هي الكومن؟ لا بالعكس بابا، انا ممنون لكم، ممنون. ان شاء الله اهم شيء الفكره وصلت، وان شاء الله اني اكون اون لكم ان شاء الله بما تو. اي سؤال تحتاجه اخر؟ نعم جلوكوز سيرانيك جلوكوز ووتر. نعم عاشت ايدك يا شكرا يا شكرا. زين الريت اوف فلو هم شفناها، ريت اوف فلو سرعه ال عافيه الرينجر. الريت اوف فلو سرعه الجريان حسبناها، شلون نحسب؟ شلون نحسب بير سكند بير مينيت؟ زين شلون نحسب السرعه مالت المغذي او السرعه مالت الانفيوجن فلويد؟ شلون نمضيها للمريض؟ زين حبيبي ياس ممنون شهد، شكرا غدير، شكرا للمشاركين. طبعا اغلب المشاركين نفس الاسماء اللي تتردد عليه، طبعا عاشت فيكم يعني. طبعا ياس وغدير وعباس وشهد زينب عاشت ايديكم بابو. وبان طبعا بان مميزه ايضا، كانت مميزه. بان يحيى محمد موسى ايضا زين عاشت ايديكم بابو. زين تحبون اكو الكتاب مالتكم؟ عندكم كتاب؟ اكو احد؟ ممنون زينب، ممنون زينب، ممنون زهراء، شكرا مصطفى كذلك وزهراء عاش يديكم بابا. شكرا لمشاركتكم، شكرا لمشاركتكم. نعم عندكم تكست بوك مستلمين بابا بنين؟ مستلمين. نعم شيء ما بابا عاشت. نعم الكتاب اسمه Pharmaceutical Calculations اللي هو مال انسل هاورد انسل. الفصل اعتقد 13 نعم الفصل 13 اسمه intravenous infusions parenteral admixtures rate of flow calculation صفحه 239. يعني هسه المستلم لو مستلمين، والله بابا انا فقط قلت لكم يمكن بالكورس الاول قلت لكم لو مستلمين صفحه البيج 239. ما ادري شو البرنامج هذا قام البيج بيج 239. ها يلا خير ان شاء الله مو مشكله. شوفوا بابا اللي يقدر اكو برنامج على ايرث لينك على الشير، ممكن تنزل الكتاب تلقاه نسخه الكترونيه. الدكتور المصدر نحتاجه كاطلاع لو تجي من الناس. شوفوا بابا الاكزامبلز اللي اعطيتكم اياها هنا بالمحاضره يعني ربما تجي نفسها ربما تجي غيرها، لكن الكتاب فيه واي اكزامبل اذا تحبون يعني. لا ماكو رابط بابا، الرابط تدخل على الشير، تدخل على الشير مصطفى بابا، تدخل على الشير ايرث لينك او اكو دوكيومنتس بالدوكيومنتس. زهراء عدنان اكو واجبات حل، تحب تمارس تسوي براكتس تسوي براكتس بابا بالكتاب. عندك صفحه طبعا حتى الاجوبه موجوده بالكتاب، هو هذا كتاب حلو، اختار لك كم اكزامبل قوي نفسك فيها. يمكن صفحه 260 بابا 260. نعم محمد موسى عاش ايدك بابا. نعم 209
صفحه 260 عندك محمد موسى بابر، 260 عندك البراكتس بروبلمز، مفصل لك اياها قسم على السؤال عن الفيوجن، قسم على التايم. واضح؟ اخذوكم بكم مثال من عنده وش اسمه وحلوها زين، قووا راحتكم بها. يعني هو ترى هو كل الفكره، شوفوا بابا كل الفكره بالموضوع ترى هي نسبه وتناسب. كل الفكره بالموضوع هو نسبه وتناسب، يعني مو شو اسمه مو شيء صعب يعني، بس انت تكون شنو تتهم السؤال. اذا فهمت السؤال تقدر تعرف وين تخلي الاكس وين تخلي الواي وشلون تعرف الجرعه نعطيك اياها بابا. بان بابا الجرعه نعطيك اياها، ما مطالبه بالجرعه، هذا كله معطيات بالسؤال تجي. وحتى الوقت حبيبي ياس تحتاجون اسئله اخرى، عندكم اسئله اخرى انا حاضر. تحتاجون اسئله اخرى؟ نعم. العملي راح يكون كالآتي بابا. العملي تكون وياي شوية دقائق على مود العملي، لو تبي تروحون بكيفكم انتو تبلغون جماعتكم وبلغكم وياي كيفكم. دكتور سوي لنا كويز بهذا اللكتشر اذا ممكن، ما يخالف يعني اذا ان شاء الله صار مجال. واني بابا عندي اربع مختبرات كنا نضيف مختبرين لكم مختبرين صف ثاني. اي اوكي زهره راح اعطيكم. شوفوا بابا العملي بالنسبه للعملي راح اسويه بارتين، يعني البارت الاول راح اعطيكم المختبر، راح اعطيكم المختبر راح اسالكم بي اورال شفوي، امتحان شفوي راح يكون ويا كل طالب يطلب لي على فري كونفرنس واسئله سؤال عليه 10 درجات، عليه 10 درجات، والعشره الاخرى راح اسويها على شكل تقارير تعطوني اياها، اسوي ليها تقارير وتدزوها على الايميل مالتي. راح ادز لكم الايميل مالتي وتدزوا لي التقارير مالتكم على الايميل. زين؟ من 20 هو العملي على 20، 10 راح امتحنكم بها اورال شفوي، والعشره الثانيه راح تكون تقارير. العناوين يعني هي الماده ما اعتقد بيها شيء عناوين هوايه، يعني انا راح اشوف انت يور يعني انفنتوري سايت الجزء الابداعي مالتك. لا كورس ثاني بابا، كورس ثاني، الكورس الاول انحسمت الكوزات تقريبا على الكوزات اللي امتحناكم بيها نفسها راح نسويها درجات يعني وتقارير وياها. لا زهرة راح يكون جزء اورال وراح يكون جزء تقرير، جزء اورال جزء تقرير، ونشوف نشوف اذا نقدر نساعدكم بالتقرير كله، نشوف شنو الموضوع هسه. شوف حسب الهمات الوقت مالتنا، هي شو يوميا جسد تطورات جديده على ال، ان شاء الله من يوم السبت راح نبدي اول مختبر عملي. يوم السبت نبدي اول مختبر عملي عندكم اعتقد كالكوليشنز، اول مختبر عملي ان شاء الله يوم السبت راح يكون مسجل، يعني ما مو مثل تشوف الكونفرنس راح يكون مسجل عندكم، يعني تجيكم شلون الكورس الاول تتذكرون الكورس الاول تكون المحاضره مسجله، نفس القضيه راح تكون. هسه وضحت الصوره بالنسبه درجاتكم مال الكوزات ان شاء الله هي راح تعلن ان شاء الله في وقت ان شاء الله. اللي هو الكورس الاول شو تخربط عندنا وضعيه مالته ما اعرف شو راح يصير والله ما اعرف، يعني هي شو هوس الكورس الاول صار كورونا على مظاهرات على ما اعرف شنو. هسه ان شاء الله عيني بس خلي نشوف شنو الكورس الثاني حنخلصه. اذا خلص الكورس الثاني بخير وسلامه ان شاء الله يسهل الكورس الاول ان شاء الله يسهل، وان شاء الله كلكم بالسيف سايد، ان شاء الله. تحتاجون عندكم سؤال اخر بابا؟ عندكم سؤال اخر يعني اترخص من عندكم؟ تحتاجون شيء لو عندكم سؤال اخر؟ خير ان شاء الله. مع السلامه. الله محمد وعلي في امان الله.